كل يوم دردشة مع الأصحاب والشباب والأهل، وبعض الأحيان برودكاست طوله كيلو، لكن للأسف أول ما تقفل تطبيق الدردشة ولا استفدت شيء. تعرف إنه الحين تقدر تدردش وتستفيد، وكل ما دردشت أكثر راح تربح أكثر. كل هذا راح تلاقيه موجود في تطبيق شات أون، الدردشة الفريدة من نوعها بميزات ما راح تلاقيها في أي تطبيق ثاني. مثلا تقدر ترسل رسالة لشخص وبعدين ترجع تمسحها حتى لو قراها، وتقدر ترسل صوتيات وفيديو بحد 1 جيجا في الرسالة. لا، وكمان راح تلاقي غرف دردشة في مواضيع مختلفة وناسة ما لها حد. هذه مو بس كل الميزات، لسه لما تستخدم التطبيق راح تتفاجأ من ميزاته. يعني مو دردشة عشان ربحه بس، لا، دردشة من جد تستاهل. نجي للمسابقة اللي راح تكون خاصة بiOS أندرويد، بلاك بيري، واللي راح تكون من 25 أبريل حتى 19 يونيو 2014، وهي عبارة عن مين يجمع نقاط أكثر من الثاني. مدة المسابقة حتكون 8 أسابيع، فيها 33 رابح كل أسبوع. مجموع الرابحين لكل المسابقة 264 رابح. حتسألني وشلون أجمع النقاط؟ أنا أقول لك، لما تضيف صديق جديد راح تحصل على 30 نقطة، لما ترسل أو تستقبل رسالة راح تحصل على نقطة واحدة، ولما تحمل أي رمز تعبيري ستيكرز راح تحصل على 5 نقاط، ولما تكون عضو في أي جروب دردشة وترسل رسالة راح تحصل على نقطتين. نجي للفائزين، راح يكون في 33 رابح كل أسبوع، راح يتقسمون 6 فئات. الفئة الأولى راح يكون فيها 5 رابحين لكل رابح سامسونج جالكسي S5، الفئة الثانية راح يكون فيها 10 رابحين لكل رابح جالكسي كورديو 2، الفئة الثالثة فيها 15 رابح لكل رابح سامسونج جير 2 نيو. ومو بس كذا، حتى لو ما قدرت تجمع نقاط كثيرة ممكن تربح كمان. الفئة الرابعة راح تكون من نصيب الشخص اللي ترتيبه في قائمة المشتركين رقم 100، وحيحصل على 500 ريال سعودي. الفئة الخامسة اللي ترتيبه 1000 حياخذ 500 ريال، والفئة السادسة اللي ترتيبه 10000 حيحصل على 500 ريال. كل هذه الجوائز راح تتقدم للي راح يدردش ويستخدموا تطبيق شات اون. لسه ناوي تدردش على الفاضي ولا حابب تربح؟